الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الكلام في الدرس الماضي على الصدق، والعلماء لهم كلام كثير في شأن الصدق، والأمر الذي نقوله ونكرره وسنكرره أن الصدق داخل في جميع أمور حياتك، في كل شؤونك. وسيتضح من ما يأتي بيان ذلك، لأن كثيرا من الناس يظن أن الصدق ما هو إلا في القول فقط، بل يدخل الصدق في جميع الأمور كما سيأتي. مقتطفات من كلام ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الصدق، قال رحمه الله: الصدق في هذه الثلاثة، الصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال، استواء الصدق على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، يعني يكون الصدق على جميع الأقوال. ألا ترى استواء السنبلة على ساقها أن جميع الساق تحتها؟ فكذلك الأقوال كلها الصدق مسيطر عليها كلها، فلا بد أن تكون صادقا في كل قول. والصدق في الأعمال كاستواء الأفعال على الأمر والمتابعة، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، يعني الجسد تحت الرأس. فعلى هذا يكون الصدق على جميع الأعضاء، فلا بد أن يكون الإنسان صادق اللسان وصادق القلب وصادقا في أعمال جوارحه كلها، يكون صادقا في جميع أعمال جوارحه كلها. ألا ترى أن المنافق يقف في الصف وهو كاذب ليس بصادق، والمؤمن يقف جنبه في الصف صادق وليس بكاذب، فعملوا أعمال الجوارح، سجدوا وركعوا وقاموا وقعدوا وفعلوا كل الأفعال، وصاموا وحجوا وغزوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن صادق في أفعاله وذاك كاذب في أفعاله، فجاء الصدق على جميع الأعمال. قال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة انتهى، يعني استفراغ الوسع وبذل الطاقة في هذه ثلاثة الأمور. بمعنى قال: يعني أن الصدق يسيطر على جميع الأقوال كلها، وهكذا تكون الأفعال كلها أعمال صدق وجد، وتكون حقا ثابتا كما أمر الله ورسوله، ولا يكون حال من الأحوال أو عمل وأعمال قلبه إلا وهو خال مما يفسد عمله، ولا يكون حال من أحواله وأعمال قلبه إلا وهو خال مما يفسد عمله من رياء أو غرور أو فخر، ولا يكون في أعماله حقد ولا غل ولا حسد إلى آخره. وعلى هذا يكون الصدق ماذا بارك الله فيكم، يكون بمعنى كلمة جد، بمعنى كلمة جد. تقول: فلان وقف وقفة صادقة،
وقف وقفة صادقة. وهكذا كانوا يقول العرب قبيلة كذا صدق عند اللقاء، يعني إذا وقفوا لقوم يحاربونهم يقفون لهم مواقف صادقة. فعلى هذا بارك الله فيكم، لو جئت تنظر إلى الحقد وإلى الغل وإلى الحسد وإلى الرياء وإلى الغرور، ليست مواقف جد ولا صدق ولا أنها جاءت على وفق شرع الله جل وعلا، بل هي مخالفة له، وأصحابها بعيدون عن الحق الثابت الذي شرعه الله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على صدق، فقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال عن خليله إبراهيم إنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، وهذه سماها الله عز وجل كلها بهذا، ووردت في كتاب الله ليتبين لك أن الصدق يأتي على جميع أمور حياتك. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله والموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاؤه في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليه ولا له ساق ثابت يقوم عليه، كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى بدر، والمشركون خرجوا من مكة إلى بدر، مخرجه مخرج صدق ومخرجهم مخرج كذب لأنهم معاندون للباطل. قال وكذلك مدخل، نعم يريد أنه، فما هي النتيجة؟ الذين خرجوا مخرج الصدق نصرهم الله، والذين خرجوا مخرج الكذب خذلهم الله. فعاقبة مخرج الصدق النصر، وعاقبة مخرج الكذب الخذلان. قال وكذلك مدخله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والنصر والظفر. وقال ابن كثير وقال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مخرج صدق، وكان له الشأن العظيم أنه مخرج هجرته، وكان دخوله إلى المدينة مدخل صدق. وبهذا كان الذي حصل أن في خروجه من مكة النصر والتأييد لدين الإسلام، مع أن في صورته أنه خرج فارا من أهل مكة لأنه ما بقي مجال للحياة في أوساطهم، فأذن الله عز وجل له بالخروج. فكان مدخله إلى المدينة أيضا مدخل صدق. انتبه بارك الله فيك، هذه قضية لا بد أن تعلم أنها تأتي على جميع حياتك، مثل هذه القضية.
رجل دخل إلى خرج من بيته يريد الرزق الحلال، مخرجه مخرج صدق. دخل إلى دكانه يقصد الرزق الحلال، مدخله إلى دكانه مدخل رزق صدق. وهكذا إذا كان عمله في غير دكان، المهم أنه خرج يريد الرزق الحلال، مخرجه من بيته مخرج صدق، ومدخله إلى عمله مدخل صدق. لو أن إنسانا خرج يعني يقول سأحتال بقضية كذا وكذا، القضية الفلانية ما ستمشي معي إلا بيمين، ولو كانت يمينا كاذبة، القضية الفلانية ما ستمشي إلا بمغالطة وكذا، خرج من بيته مخرج كذب، ودخل إلى عمله مدخل كذب، مدخل كذب. شخص عنده قضية في المحكمة، خرج من بيته متجها إلى المحكمة يريد أنه يستخرج حقه لا يريد غيره، وصل إلى المحكمة ودخل المحكمة يريد حقه لا يريد غيره، مخرجه مخرج صدق ومدخله مدخل صدق إلى المحكمة. وإن خرج من بيته يريد أن يشتري الذمم، يرشي الحاكم أو يشتري يستأجر شهود الزور، وأن يكذب وأن يغالط وكذا وكذا، فمخرجه من بيته مخرج كذب، ودخوله إلى المحكمة مدخل كذب. وعلى هذا فقس، شخص سمع بمحاضرة في مسجد لفلان ابن فلان، هو يحب فلانا هذا ويعلم أنه يدعو إلى الحق، ذهب خرج من بيته يريد أن يستفيد شيئا من أمور دينه، ودخل إلى المسجد ليسمع محاضرة يستفيد شيئا من أمور دينه، مخرجه من بيته مخرج صدق، دخوله إلى المسجد لهذا الغرض مدخل صدق. وإن خرج من بيته يريد أنه يبحث عن عيوب لذلك الذي سيسمع منه المحاضرة لكونه لا يحبه، فهذا مخرجه مخرج كذب، ودخوله إلى المسجد مدخل كذب. قس هذا الأمر في جميع أموره، قس هذا الأمر في جميع أموره. المرأة تخرج من غرفتها تريد أنها تمكر بزوجها في أمر ما، فهي مخرجها من غرفتها مخرج كذب، ودخولها إلى مكان آخر عند زوجها مدخل كذب. وعلى هذا فقس، وإن كانت تقوم بخدمته ورعايتها ولو من غرفة إلى غرفة ولو في نفس المكان، دخلت خرجت مخرج صدق وخرجت مخرج صدق. فكل أمر تدخل فيه تريد الخير فدخولك فيه مدخل صدق، وأي أمر تخرج إليه تريد شرا فالمخرج مخرج كذب. نعم، دخلت في قضية تريد الباطل دخلت فيها مدخل كذب، تصلح بين أناس لكن تريد أن تنتصر للظالم، دخلت في القضية دخول كذب، وإن دخلت تريد الإصلاح بينهم دخلت مدخل صدق. فمن هنا يتبين لك معنى قوله وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. ما الذي بعدها؟ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان النصير يكون لمن دخل مدخل صدق وخرج مخرج صدق. حتى ولو كان إنسان مثلا فقير يسأل الناس عنده ما يكفيه، يدخل إلى تاجر إلى تجار يطلب منه مالا فوق حاجته، فإن مدخله مدخل كذب ومخرجه مخرج كذب. وإن كان طلب ما يقوم به في أمر معيشته وهو صادق في ذلك فقد خرج مخرج صدق ودخل مدخل صدق. قس هذا في جميع أمور حياتك، فأي قضية تدخل فيها وأنت تدخل صادقا فأنت في مدخل صدق ومخرج صدق، فيكون التوفيق حليفك بإذن الله. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.